أشخاص مرتفعي الذكاء، وأجاب عليه أكثر من 100 شخص، وقد اخترنا 8 من أكثر الإجابات إثارة للاهتمام وشرحنا التفسير العلمي وراء كل منها، وفعلا نشعر بأننا أذكى منذ الآن. إليكم ما توصلنا إليه. أولا، الأشخاص الأذكياء لديهم قدرة عالية على التكيف، فهم يتمتعون بالمرونة ولديهم القدرة على النجاح في الأوضاع المختلفة. تدعم عدة أبحاث نفسية حديثة فكرة أن ذكاء الشخص يعتمد على قدرته على تغيير سلوكه من أجل أن يتوافق بشكل فعال مع بيئته أو أن يقوم بصنع تغييرات في هذه البيئة. ثانيا، يعلمون أنهم لا يعلمون. الأشخاص الأذكياء قادرون على الاعتراف أنهم ليسوا على دراية كافية بموضوع ما، فهم لا يخافون أن يقولوا أنا لا أعلم. وفي هذا الخصوص تشير دراسة نفسية إلى أنه كلما قل ذكاؤك ملت إلى المبالغة في تقدير مداركك العقلية. ثالثا، لديهم فضول نهم. كما قال ألبرت أينشتاين مرة: ليس لدي مواهب مميزة، أنا فقط فضولي بشدة. يقترح بحث نشر هذا العام أن هناك رابطا بين ذكاء الطفولة والانفتاح للتجارب الجديدة، مما يشجع الفضول المعرفي عند سن الرشد. فقد قام العلماء بملاحقة آلاف الناس في المملكة المتحدة لمدة 50 عاما، وتوصلوا إلى أن الذين سجلوا نسبا أعلى في اختبارات الذكاء بعمر 11 ظهروا أكثر انفتاحا للتجارب بعمر 50. رابعا، لديهم عقل منفتح. لا يقوم الأشخاص الأذكياء بإغلاق أنفسهم بعيدا عن الأفكار أو الفرص الجديدة، فهم مستعدون لقبول وأخذ الآراء المختلفة بعين الاعتبار، كما أنهم منفتحون على الحلول البديلة. وفي الوقت نفسه فإنهم حذرون بشأن الأفكار والتوجهات التي يتبنونها. خامسا، يحبون صحبتهم الخاصة. كثيرا ما يكون الشخص العالي الذكاء محبا للفردية والانعزال وبشكل مثير للاهتمام. تقترح دراسة حديثة أن الأشخاص الأذكى يحصلون على رضا أقل من باقي الناس عند الاختلاط مع الأصدقاء والمجتمع. سادسا، لديهم قدرة عالية على التحكم بأنفسهم. الأشخاص الأذكياء قادرون على تجاوز التهور والاندفاع من خلال التخطيط، توضيح الأهداف، اكتشاف الخطط البديلة وأخذ العواقب بعين الاعتبار. وجد العلماء رابطا بين الذكاء والتحكم بالنفس، ففي دراسة عام 2009 كان على المشاركين أن يختاروا بين جائزتين ماليتين أو جائزة أكبر بعد فترة لاحقة. أظهرت النتائج أن المشاركين الذين اختاروا الجائزة الأكبر بعد فترة، أي الذين امتلكوا تحكما أكبر بالنفس، كانوا بشكل عام قد سجلوا نقاطا أعلى في اختبارات الذكاء. سابعا، يمتلكون حس الدعابة. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الكوميديين بالإضافة إلى الذين يكتبون تعليقات مضحكة حصلوا على نتائج مرتفعة باختبارات الذكاء اللفظي. ثامنا، هم حساسون لتجارب غيرهم من الناس. التعاطف بانسجام مع حاجات ومشاعر الآخرين بطريقة متفاهمة وحساسة لهذه الحاجات هو مكون أساسي للذكاء العاطفي. فالأفراد الأذكياء عاطفيا يهتمون عادة بالتكلم مع أشخاص جدد وتعلم المزيد عنهم. في هذا السياق ننصحكم بقراءة كتاب الكتاب السريع للذكاء العاطفي.